النهارده هكلمكم عن احسن اكل انا بحبه برغم ان في اختلاف عليه وعن انه صح ولا لا، وهو للعلم اصح من اللحمه نفسها، فوائده وفيتامينات اللي موجوده فيه اكتر بكتير جدا من اللحمه. تعالوا بقى نشوف ايه هو ده. اللحمه ما فيهاش الفوائد اللي موجوده في لحوم الطحال والكبده والكلاوي والقلوب، احلى اكل ده ممكن تاكلوه. والمخ ده بيدينا حديد وزنك وسيلينيوم، فيتامين ايه، فيتامين دي، فيتامين بي 12، تقدر تعد لحد امتى في الفيتامينات، الفا لايبوت اسيد، مجموعه فيتامين بي كلها، كو انزيم كيو المهم جدا للمخ والدوره الدمويه والاعصاب، يعني حاجه تقوي الاعصاب وتشد الحيل وتظبط الدنيا. ده الطبق اللذيذ بقى بعد ما اتعمل، واحب افكركم بس انه ما يتعملش مقلي، مالكوش دعوه بالطريقه دي، لو مقلي تنشفوه كويس عشان الدهون اللي موجوده فيه، لكن احلى طبق تاكلوه ده بالدهون بتاعته بالليله كلها، نشفوه كويس وممكن تعملوه مسلوق وتظبطوه بطريقه صحيه. هسيبكم بقى عشان اعيش شويه مع نفسي.